موضوع البي دي سي بيت بروفايل احنا كنا مرينا عليه مرور عابر لما كنا بنتكلم على موضوع البي دي سي بيت دول جريدنج، وكان الهدف ان احنا نتعرف على الاجزاء المختلفه للبي دي سي بيت بروفايل عشان نقدر نحدد موقع كل دولينج كاركتر. البيت بروفايل ببساطة هو الـ Vertical Cross Section للـ Head بتاع الدائرة. وزي ما احنا شايفين قدامنا الـ Bit Profile بيتكون من الداخل إلى الخارج من الكون والأبكس، يلي النوز الشولدر أو التيبر والجيج. البيت بروفايل الحقيقه له تاثير مباشر على الاستابيليتي بتاعه الدقائق، وبالتالي الاستابيليتي بتاعه الفيس في حاله الدايركشن، والكاتر دينستي، والديورابيليتي بتاعه الدقائق، الار او بي اللي بتنتج من الدقائق ده، والكليننج افشنسي والكاتنج كول. الكون هي المنطقه المنخفضه في منتصف الدقاق، وأعمق نقطة فيها اللي هي الأبيكس اللي بتعتبر الجيومتريك سنتر بالنسبة للدقاق. الكون ده ممكن يكون ديب أو شالو. الدراسات بتقول إن الديبر كونز لها إمكانية أكبر في مقاومة البولينج عن الشالو كونز. كمان الانجلز بتاعت الكون مهمة جدا لعملية تثبيت الدقاق، وبالتالي تثبيت التول فيس في حالة الدايركشن موف. الى الخارج من الكون بنلاقي النوز، وهي دي الهايست بوينت في البيت بروفايل. وزي ما قلنا قبل كده ان هي ديت النقطة اللي بتقسم الراديوس بتاع الدقاق التلت والتلتين. ولما النوز بتقرب من الابيكس فده معناه ان كمية الكاترز او الدايموند اللي موجود الى الخارج في منطقة الشولدر هتبقى اكتر، وده معناه ان الدقاق ده هيبقى مناسب اكتر في حالة الابريسيف فورميشن. في حالة ما اذا النوز اتحركت الى الخارج يعني بعدت عن الابيكس فده معناه ان كمية الدايموند هتبقى اكتر في منطقة الكون، وده بيبقى مناسب للسترونج فورميشن مش الابريسيف فورميشن. السترونج فورميشن زي الدولومايت واللايمستون، وكمان بيبقى مفيد في حالة الترانزيشنال دريل. بيلي النوز إلى الخارج منطقة الشولدر أو التيبر، بيطلق عليها الشولدر إذا كانت كيرفد زي ما هو في الشكل اللي قدامنا، وإذا كانت المنطقة دي ستريت بيطلق عليها التيبر. الشولدر اللي هي كيرفد هي الموست كومون بالنسبه للبي دي سي، بينما الستريت اللي هي التيبر دي اقل استخدام، ونادرا ما يجتمع الاثنين مع بعض اللي هم الشولدر والتيبر. الجزء الاخير من البيت بروفايل هو الجيج باد، وده عباره عن الجزء الستريت في نهاية الكراون. وكنا اتكلمنا بالتفصيل عن الموضوع ده في الفيديو بتاع اللي هو الـ PDC Bit Nomenclature، الجزء بتاع الـ Additional Feature. وزي ما كنا ذكرنا قبل كده في الـ Additional Features إن الجيج باد ممكن تكون قصيرة أو طويلة، ستريت
او سبايرال، باسيف او اكتيف، وكل واحده من دول كنا اتكلمنا عن استخدامها وفائدتها. الاجزاء اللي احنا ذكرناها دي كلها لما بتتجمع مع بعضيها شكل الدقاق الخارجي بيكون اما فلات بروفايل او شورت بارابوليك بروفايل او ميديوم بارابوليك بروفايل او لونج بارابوليك بروفايل. البارابوليك بروفايل بتعتبر مور اجريسيف عن الفلات بروفايل، وبالتالي بتعمل ار او بي احسن، ولكن ده بيكون على حساب الاكسلريتد ريت اوف ابريسيف وير. وكل ما البيت بروفايل بقى مور بارابوليك، الكتر ويرز في الانر رادي اراوند النوز بيزيد، وطبعا البارابوليك بروفايلز بيتس بتكون متعرضه للكتر بريكج باي امباكت بصفه خاصه لو الكتر دينستي اللي موجوده في منطقه النوز قليل. على المقابل الفلات بروفايلز بتبقى ليس اجريسيف، وبالتالي بتبقى اقل في الار او بي، ولكن بتتحمل الابريسيف فورميشنز اكتر من البارابوليك بروفايل. صحيح احنا اتكلمنا عن الابسولوتلي فلات بروفايلز والابسولوتلي بارابوليك بروفايلز، ولكن في الواقع لا ده بيفضل على اطلاقه ولا ده بيفضل على اطلاقه، ولكن عادة بتكون درجة متوسطة ما بين الاثنين. قبل كده اتكلمنا على العنصر الاولاني من الـ PTC Bit Elements اللي هو البادي ماتيريال في الفيديو بتاع الستيل فيرسس ماتريكس، وده كان كلامنا على موضوع الـ Second Element من الـ PDC Elements، وإن شاء الله المرة اللي جاية هنتكلم على الـ Blades من حيث الشكل ومن حيث العدد وإمتى نستخدم ده وإمتى نستخدم ده.